سعيد جدا أصدقائي الفنانين والفنانات أن أكون ضيفا على المركز الدولي للإعلام والثقافة والإبداع من خلال برنامج ثقافي يبث على قنوات البث المفتوح من فيسبوك، برنامج وقفات الذي يديره الإعلامي الكاتب والباحث المعتبر من الولايات المتحدة الأمريكية المحلي البابلي. طبعا هي إطارة نحاول أن نقارب عموم انشغالات المنتسبين لقطاع المسرح السينما والتلفزيون التعريف بالمنشغ المسرح المغربي والبشري المتصدر، وهي إطالة أيضا للتعريف بنقابة المسرح المغاربة وشبيهة السينما والتلفزيون. هو موعد فني يمشي من خلاله المخرج الإعلامي المهدي البابلي بحلقات حوارية متجددة ويرسم عبره لأنفاس ثقافية جديدة من خلال استضافته لمجموعة من المبدعين والكتاب والمخرجين. بالإشارة في اللقاءات السابقة استضافت مبدعين من مختلف دول العالم العربي، وبرنامج وقفات يبث في كل قارات العالم. شكرا لمركز الإعلام والثقافة والإبداع، وشكر خاص أيضا للمخرج الناقد الإعلامي مهدي البابلي على هذه الإطالات الجميلة والامتدادات الفنية الرائعة. سعيد جدا أصدقائي الفنانين والفنانات أن أكون ضيفا على المركز الدولي للإعلام والثقافة والإبداع من خلال برنامج ثقافي يبث على قنوات البث المفتوح من فيسبوك، برنامج وقفات الذي يديره الإعلامي الكاتب والباحث المعتبر من الولايات المتحدة الأمريكية المهدي البابلي. طبعا هي إطارة نحاول أن نقارب عموم انشغالات المنتسبين لقطاع المسرح السينما والتلفزيون التعريف بالمنشغ المسرح المغربي والبشري المتصدر، وهي إطالة أيضا للتعريف بنقابة المسرحيين المغاربة وشبيهة السينما والتلفزيون. هو موعد فني يمشي من خلاله المخرج الإعلامي المهدي البابلي لحلقات حوارية متجددة ويرسم عبره لأنفاس ثقافية جديدة من خلال استضافته لمجموعة من المبدعين والكتاب والمخرجين. بالإشارة في اللقاءات السابقة استضافت مبدعين من مختلف دول العالم العربي، وبرنامج وقفات يبث في كل قارات العالم. شكرا لمركز الإعلام والثقافة والإبداع، وشكر خاص أيضا للمخرج الناقد الإعلامي مهدي البابلي على هذه الإطالات الجميلة والامتدادات الفنية الرائعة.